السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من العالم بعيون سعودية. نبدأها بالعناوين. بالرغم من الخروقات الحوثية للهدنة الإنسانية، المقاومة تتقدم باتجاه قاعدة العند في لاحج وتسيطر على العديد من المناطق في محيط عدن. تعزيزات عسكرية للمقاومة الشعبية في لاحج وتعز، والحكومة اليمنية تتحدث عن صعوبات لوجستية تواجه المنظمات الإغاثية في ظل تعنت الانقلابيين الحوثيين ورفض الالتزام بالهدنة. المملكة تؤيد حق أنقرة في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية. أردوغان يؤكد أن العمليات العسكرية ضد داعش وحزب العمال الكردستاني مستمرة دون تراجع، وحلف شمال الأطلسي يؤكد دعمه لتركيا في حماية حدودها من الإرهاب. أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث اقتربت المقاومة الشعبية من السيطرة على قاعدة العند الاستراتيجية في لاحج، مؤكدة أن سيطرتها على القاعدة ربما يتم خلال ساعات بعد تكثيف الهجمات وإطباق الحصار على القاعدة العسكرية. وهجمت المقاومة بصواريخ الكاتيوشا ومضاد الدروع نقاط مراقبة في سور القاعدة. أكد المتحدث أن وحدات خاصة من الجيش الوطني معززة برجال المقاومة على أهبة الاستعداد لاقتحام القاعدة الجوية. وأوضحت المقاومة أن عمليات عسكرية واسعة يجري تنفيذها الآن لاقتحام القاعدة بالتزامن مع غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، كما أكدت بسط نفوذها على مناطق جديدة في محافظة عدن، من أهمها مقر السلطات المحلية في دار سعد وجبهة الفيروز. وجاء هذا التصعيد بعد خروقات متواصلة تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح منذ بدء سريان الهدنة التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية والهادفة لإيصال المساعدات للمتضررين. الهدنة تخدم داعش والقاعدة، كان هذا المبرر لزعيم المتمردين الحوثيين ردا على إعلان التحالف هدنة تستمر لخمسة أيام بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور. في الحروب قد يرفض طرف ما هدنة أو مسار معينا داخل المعركة، والمصالح على الأرض تتعدل وتتبدل، إنما في حروب وكلاء إيران فإن كل المصالح والمسارات واحدة، إما نحن وإما القاعدة وداعش. في دليل عملي لكل من يتابع الأحداث ويقرأ ما بين السطور على متلازمة داعش وإيران، رددها مالك العراق 8 سنوات وذهب وبقيت داعش وإيران، وثنى بها بشار في سوريا وتضاءل حتى لم يبقى سوى داعش وإيران، وليس أكثر منهما ترديدا لها حسن نصر الله زعيم حزب إيران في لبنان. يجوع اليمن ويمرض، ويفتح التحالف فرجة فيسدها المتمرد وجماعته في وجه 30 مليون يمني، والحجة كما هي لا تتغير ولا تتبدل، داعش والقاعدة. سيصدق اليمنيون ومن وراءهم في كل العالم لو كانت هذه الحجة يتيمة وجاءت وليدة الحرب، لكن هذا العذر باق ويتمدد، فبه احتلت صنعاء وأسقطت الحكومة الشرعية وطرد الرئيس وحوصر الوزراء والقادة العسكريين، كما هو الحال تماما في العراق منذ عقد من الزمان قبل أن يعرف العالم داعش ومن صنعها وهيئها. أما في الشام فالعذر بدأ مع الثورة، إذ قال بشار يوما عن ثورتي تونس ومصر إنهما حراك عربي نحن بعيدون عنه، فلما وصلته النار قال بما قالته طهران: التكفيريون وصلوا، فأما معنا وإلا فأنتم دواعش. في عدن وضع التحالف قدميه على الأرض، والخطوات وصلت لبعض المحافظات القريبة، فالعروبة تظلل سماء اليمن وغيثها يسيل بسواعد شجعان العرب في مهمة التاريخ لجزيرة العرب والعرب فقط. وفي انتظار أن يعود اليمن سعيدا بعروبته وتنوعه وغناه، فإن داعش لن تأتي، لأن التحالف قال بكل حزم إيران لن تكون هناك. Aircraft with an Iranian flag, flight level 360, heading 260, speed 480. You have been intercepted by Saudi Eagle. Identify yourself. Last time, civil aircraft with an Iranian flag, flight level 280, descending
وللنقاش في موضوعة حلقتنا لهذه الليلة ينضم إلينا في استديوهاتنا في الرياض الدكتور إبراهيم النحاس، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، ومن الكويت الدكتور رعايد المناع الباحث السياسي، ومن لندن ينضم معنا الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك ضيفنا من لندن دكتور محمد جميح، حول اقتراب المقاومة الشعبية من السيطرة على قاعدة العند الاستراتيجية في لحج، يعني يبدو أنها مسألة وقت وربما ساعات قبل السيطرة على هذه القاعدة. ما الذي تمثله سيطرة المقاومة الشعبية والحكومة وبسط سيطرة الحكومة اليمنية سيطرتها على هذه المنطقة وهذه القاعدة؟ طبعا القاعدة استراتيجية بالنسبة للموازين العسكرية في اليمن، وخاصة فيما يخص المناطق الجنوبية والمحافظات عدن ولحج وضالع وتعز وأبين، أي محافظات محيط محافظة عدن التي يفترض أن تؤمن خلال الأيام أو الأسابيع القادمة من أجل عودة الحكومة إليها. هذه القاعدة كانت من الأهمية بمكان أيام الأيام الدول الشطرية والدولتين الشطريتين في اليمن، وهي قاعدة بناها الروس بشكل محكم، وقد كانت على أيام الدولة الشطرية في الجنوب كانت معدة بشكل محكم من أجل أن لا تواجه الشمال في حينها، وإنما تواجه دول المنظومة الخليجية وغيرها من الدول التي كانت تصنف على أنها ضد الاتحاد السوفيتي سابقا. إذن القاعدة مهمة واستراتيجية، ولا شك أن السيطرة عليها سيسهل كثيرا من الصعاب فيما يخص الاستيلاء على أو تحرير المحافظات الأخرى مثل تعز ودحر ميليشيات الحوثي والانقلابيين في ما تبقى من محافظتي لحج والضالع، وكذلك تأمين محيط محافظة عدن، لأن المقاومة الشعبية الآن تتجه من عدن جنوبا باتجاه الأسوار الجنوبية للقاعدة، والأنباء اليوم تأتي بأن هذا السور الجنوبي خاصة قد تم تجاوزه، وأن المعارك تجري داخل السور في الداخل، وربما نشهد خلال الساعات القليلة القادمة أو الغد، لا نستطيع التكهن بأن القاعدة ربما تحرر بشكل كامل، لكن بالمحصلة النهائية القاعدة مهمة. نعم. السيطرة عليها تعني عمليا السيطرة على ما يقارب خمس محافظات في الجنوب والغرب. نعم جميل. طيب دكتور إبراهيم، في جانب آخر، اليوم مجلس الدفاع الوطني اليمني أقر برئاسة الرئيس اليمني عبد الرب المنصور هادي أقر دمج مقاتلي المقاومة الشعبية بالقوات الحكومية. كيف تنظر إلى هذه الخطوة وهي استيعاب أفراد المقاومة الشعبية وضمهم مع قوات الجيش وقوات القوات المسلحة وقوات الأمن؟ نعم، هذه من الخطوات لعلها نطلق عليها بداية بناء الدولة اليمنية الحديثة على مستويات ما مختلفة تماما عما كان عليه في المراحل الماضية، وهي نقطة استراتيجية في مرحلة المستقبل، لأنه اعتدنا في مراحل الماضية بأن الجنوب والشمال كأنهم منفصلان على الرغم من أنها دولة موحدة. هذه العملية التي أتت بها الحكومة اليمنية الآن هي حركة أو خطوة جيدة جدا في اتجاه جعل البلد فعلا أنها وحدة واحدة من ناحية حتى الناحية العسكرية، لأن المقاومة الشعبية الذين هم تحملوا بشكل كبير جدا مسألة مقاومة الانقلابيين هم من يمثل المقاومة الشعبية من الجنوب اليمني، وبالتالي محاولة دمجهم في الدولة اليمنية وبأن يكونوا جزءا من الجيش اليمني في المرحلة القادمة، هذا سوف يعزز بشكل كبير جدا بناء الدولة المدنية اليمنية في المرحلة المستقبلية، وسوف أيضا يضيف لزخم المقاومة الشعبية زخما أكبر على اعتبار بأنهم فعلا كرموا من قبل الدولة التي دافعوا عنها ودافعوا عن الرئاسة الشرعية ودافعوا عن الوحدة اليمنية بأرواحهم وبما قدموا من تضحيات خلال الأشهر الماضية،
وأيضا حتى باستمراريتهم في المرحلة القادمة بتحرير الدولة اليمنية. وبالتالي الدولة اليمنية، وهذه خطوة ذكية جدا حقيقة من قبل الرئاسة اليمنية أن تذهب بهذا الاتجاه، لأنه لو لم تكن هذه الخطوة متخذة لحدث هناك إلى حد ما تراخي معين، ولشعر أيضا الجنوبيون بأنهم مهمشون أو سوف يهمشوا في المرحلة القادمة كما همشوا في مراحل الماضية. ونعلم أنه في فترة للأسف الرئيس المخلوع صالح كان التركيز بشكل كبير جدا يتم بناء على أبناء الشمال، وبأنهم فعلا هم أبناء الدولة الحقيقية، والآخرون وكأنهم ليسوا أبناء الدولة اليمنية، وبالتالي لم يخدموا في القوات العسكرية والقوات المسلحة بالشكل الذي يعبر بأنها دولة واحدة، وإنما كان ينصب فقط الاختيارات في الجوانب العسكرية وغيرها من الجوانب التي تعتبر قيادية في صف الشمال. وهذا الذي جعل الجنوبيون يطلقوا على سبيل المثال حركات الحراك الجنوبي، أو الذين يطالبوا بعودة الدولة الجنوبية على سبيل المثال، نتيجة لما تم في مراحل الماضية من تهميش. هذه الخطوة سوف تعيد الاعتبار لهؤلاء الرجال ولهؤلاء القوم في الجنوب، وتجعلهم بناء للدولة اليمنية المستقبلية الدولة الموحدة. جميل. دكتور عايد المناعي، يعني هذه خطوة مهمة كما يذكر الدكتور إبراهيم في 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 من خطوات بناء الدولة اليمنية التي تقوم بها الحكومة الآن. هل ترى أنها أيضا دكتور عايد يعني استباق لأي أصوات ربما تنادي بأن من قام بتحرير عدن هم المقاومة الشعبية في الجنوب، مقابل عدم حراك حقيقي حتى الآن في الشمال؟ يعني خطوة لدمج المجتمع اليمني ودمج المقاومة الشعبية في بوتقة واحدة تحت ظل الحكومة والجيش اليمني. شكرا جزيلا. الحقيقة نتفق مع أخي الدكتور إبراهيم النحاس فيما ذهب إليه، وأعتقد بالفعل أنه يعني الجنوب منذ 1994 حقيقة فقد صفة الدولة أو الصفة المدنية للدولة، يعني تم للأسف الشديد إعطاء صفة الاحتلال من قبل مجاميع متمردة من الشمال هيمنت عليه، وطبعا من ضمنها للأسف الشديد علي صالح وجماعته، يعني هذه الحقيقة هم الذين هيمنوا في ذلك الوقت. اليوم طبعا نعرف أنه كان في مطالبات الحراك الجنوبي، كان في مطالبات للانفصال ما في أدنى شك، لكن يبدو أنه ذلك الآن انخفض صوت الانفصال نسبيا، وإن كان يظهر بين الحين والآخر. اليوم الحقيقة دمج القوى الشعبية الجنوبية مع الجيش قد يساعد بالفعل على أن يكون القتال يمني يمني، وليس الحقيقة جنوبي ضد الشمال أو شمال ضد الجنوب. يعني إنهاء مسألة التذبذب القطري داخل اليمن والتأكيد على الوحدة. ما يريده الانفصاليون حقيقة، ما يريده الحوثيون وعلي عبد الله صالح، هو أن يؤكدوا على أنهم يقاتلوا الانفصاليين الآن في ظل أن يكون الجنوبيون يقاتلون من أجل استعادة هيبة السلطة وإنهاء التمرد، يؤكد على أنه الجنوبيون والشماليون معا من أجل يمن واحد، وليس من أجل يمن جنوبي ويمن شمالي. هذه الدعوات الانفصالية ستبقى، وسنسمع البعض من الذين يدعون لها نتيجة المعاناة السابقة، لكن أنا باعتقادي أنه سيكون هناك عصر جديد، نهار جديد لليمن بعد انتهاء المعارك الحالية وبعد استعادة هيبة السلطة وطرد المتمردين وإنهاء هذه الحالة الشاذة. عندها بالتأكيد سيكون هناك يعني حرص على الوحدة اليمنية أكثر من السابق من الحرص على الانفصال. وهذا طبعا يؤكد أنه دماء اليمنيين في الشمال والجنوب كلها بذلت من أجل وحدة اليمن واستقلاله واستقراره، نعم، وفرض هيمنة أو هيبة السلطة ومنع التمرد من أن يكون له قوة تفرض نفسها على الساحة. الجنوب ضروري وضروري جدا، لأنه حقيقة المساحة الجغرافية الكبيرة والثروة أيضا موجودة حقيقة فيه أيضا من الجوانب النفط وغيره، وهو بالتأكيد أيضا يعني سيكون معيب علينا لو أنه
بعد هذا الجهد وبعد هذه يعني العمليات الكبيرة أن يكون هناك انفصال للجنوب. ما يريده أيضا الحقيقة المتمردون هو أن يقولوا أن عاصفة الحزم سبب من أسباب الانفصال، لكن باعتقادي أن الحكومة اليمنية والحقيقة القوى المساندة لها بقيادة المملكة العربية السعودية تريد أن تؤكد مجددا على أننا نقاتل من أجل اليمن. جميل. الموحد العزيز المستقل الحر الذي لا يخضع لمجاميع منفصالية وانهزامية. نعم. أو استحواذية، ولا أيضا الحقيقة يخضع للتحريض الخارجي. جميل. إذن دكتور محمد جميح، الدعوات ستبقى كما أشار الدكتور عايد حتى وإن كانت أصوات فردية من هنا وهناك فيما يتعلق بمطالبة البعض ربما ومحاولة أيضا استغلال مثل هذه الظروف. هذا يلقي عبء ومسؤولية على الحكومة اليمنية، إضافة إلى الخطوة المهمة التي قامت بها والتي أشرنا لها، دمج مقاتل المقاومة الشعبية بالقوات الحكومية. ما المطلوب أيضا وأكثر من الحكومة؟ مطلوب من الحكومة يعني فيما يخص قضايا الحساسية الوضع في الجنوب أن تعالج هذا الوضع بحكمة. نحن اليوم للأسف الشديد إزاء شرخ اجتماعي كبير يعني ينبغي أن نعترف به. ذهب الحوثيون إلى عدن بيافطة طائفية كانوا يحاولون إخفاء نيتهم وأنهم يحاربون الدواعش والتكفيريين وما إلى ذلك، لكن كان واضحا أنهم ذهبوا من أجل أن يضموا المناطق غير الخاضعة مذهبيا للمذهب الذي يدينون به، وهو غير المذهب الزيدي في صفائه ونقائه وتسامحه، وإنما هو مذهب أقرب ما يكون إلى مذهب ولاية الفقيه في إيران. إذن هذا الشرخ الذي حصل في المجتمع اليمني ينبغي للحكومة أن تعمل بحكمة لمعالجته. أول ما ينبغي أن يكون في ذلك هو أن تعود للجنوبيين حقوقهم التي سلبت، إن كانت الحقوق السياسية أو الحقوق المدنية أو المساواة فيما يخص بناء الجيش. أنا في تصوري أن بناء الجيش بناء جديدا لا يعتمد على الولاء للأسرة أو الولاء للمنطقة، ينبغي أن يكون في المرحلة القادمة نوع من التوازن في بناء الجيش اليمني من أجل أن يشعر الجنوبيون بأنهم حكام وبأنهم أصحاب السلطة والثروة وشركاء فيها، حتى نضمن بإقناع الغالبية العظمى منهم بالبقاء ضمن دولة الوحدة، لأن ما تعرضوا له صراحة في السنوات الماضية كان ضربا من الإجحاف. والحقيقة أن الظلم كان عاما على اليمنيين جميعا، لكن لأن الجنوبيين كانت لهم دولة مستقلة ذات يوم يشعرون بمرارة هذا الظلم بشكل أكثر حساسية من غيرهم. الذي أريد أن أقول أننا في هذه المرحلة بالذات مرحلة إسقاط الانقلاب. نعم. أولويتنا جميعا في الجنوب والشمال أن نقاوم من أجل إسقاط الانقلاب بكل الوسائل الممكنة، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل الأخرى فيما يخص علاقة الشمال بالجنوب في ظل دولة واحدة، فيدراليات، أقاليم وما إلى ذلك. هناك أيضا مطالبون بعودة الدولة الشطرية السابقة في الجنوب، وهؤلاء ينبغي إصغاء لهم وينبغي معالجة شكوكهم. أنا في تصوري أن دول الخليج العربي ينبغي أن تقدم ضمانات للجنوبيين بأن المرحلة القادمة لن تكون كالمراحل التي مضت فيما يخص مساواة الجنوبيين وجلوسهم على قدم المساواة مع أشقائهم الشماليين في إطار وطن واحد. دون ذلك فإن الشقة ستتسع. أنا في تصوري أن دول الخليج بما أنها اليوم بالفعل علينا أن نعترف أن الشأن اليمني لم يعد شأنا يمنيا داخليا خالصا، وذلك يعود إلى 2011 عندما أتت دول الخليج بالمبادرة الخليجية ودخلت إصلاح وترتيب البيت اليمني من الداخل، ثم بعد ذلك حصل ما حصل وجاء إلى أن وصلنا إلى عاصفة الحزم. إذن
دول الخليج، الشأن الداخلي اليمني أصبح أيضا شأنا خليجيا وشأنا عربيا، وأنا في تصوري أن دول الخليج وأن الدول العربية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في جهة شعور اليمنيين جميعا بذهاب الظلم وبذهاب النظام الذي كان يميز بينهم مناطقيا وجهويا ومذهبيا وقبليا في كثير من الأحيان. نعم، لكن دكتور محمد جميح، يعني ما الذي يثير مخاوف الجنوبيين الآن؟ وبالتالي يعني أنت تطالب أن يكون هناك يعني ضمانات للجنوبيين من قبل دول مجلس التعاون، يعني ما الذي يثيرهم الآن في هذه المرحلة وفي هذه الفترة الحساسة في اليمن مع تقدم المقاومة الشعبية في الجنوب في عدن وتحريرها بالكامل؟ لنا أن نعرف أن الجنوبيين كانت الوحدة اليمنية مطلبهم الأول، وكان الحزب الحاكم في الجنوب الحزب الاشتراكي اليمني يضع الوحدة اليمنية ضمن أولى أولوياته، وكانت ضمن شعاراته تحقيق الوحدة اليمنية، الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية، كانت هذه شعارات معروفة لدى حكام عدن في ذلك الوقت قبل عام 90، وبالتالي الوحدة هي تجري في عروقهم. لكن ما حصل أنهم عندما دخلوا إلى الوحدة بنية طيبة صدموا بمؤامرات وصدموا أيضا باغتيالات كبيرة كانت في صنعاء، وانتهت الأمور إلى حرب 94 التي شنت عليهم، ثم بعد ذلك استربت الدولة الجنوبية لصالح يعني لا هذه الظروف لصالح الدولة الشمالية وإنما لصالح إصابة. نعم، لكن الظروف اختلفت الآن تماما، يعني عن مثل هذه الظروف التي يتخوف من خلالها الجنوبيون أن يتم تكرار السيناريو مرة أخرى. هذا صحيح، ولذلك أنا أقول بأن ضمانات عربية وخليجية للجنوبيين ستكون مهمة، وأيضا الضمانة الداخلية المتمثلة في أولا أن تكون للجنوبيين حصة كبيرة في المناصب العليا من الدولة، وأن تكون هناك مساواة تامة فيما يخص بناء الجيش اليمني غير المناطقي وغير الجهوي، بحيث يكون الجنوبيون مشاركين في السلطة والثروة بشكل تام. جميل جميل. الدكتور إبراهيم، هل ترى من المناسب الآن الحكومة اليمنية أن تضع في اعتبارها وفي أولوياتها مثل هذه المطالب الجنوبية في هذه المرحلة، أم يتم إرجاءها إلى وقت لاحق ربما؟ نعم، هو المطالب التي تفضل بها الزميل وذكرت لا أرى أنها محل نقاش بأي حال من الأحوال سواء الآن أو في المستقبل، لأننا نحن نتحدث عن رئيس للدولة اليمنية، الرئيس هادي، والذي هو يمثل المجتمع اليمني بجميع طوائفه، وهو في الأصل ينتمي إلى الدولة الجنوبية السابقة. ولا نريد أن نقول ذلك، ولكن هذا يدلل بأنه حتى المبادرة الخليجية عندما جاءت هي جاءت أيضا لتقرر للشعب اليمني أو لتساعد الشعب اليمني أن يقرر مصيره، والذي اختار أيضا رئيسا جنوبيا. وبالتالي نحن نتحدث عن، إذا ما كنا نتحدث عن وزراء أو مسؤولين صغار، فنحن نتحدث عن رئيس للدولة اليمنية هو يمثل الجنوب، وبالتالي لا نريد أن ندخل حقيقة أو حتى أن يناقش الإخوة في اليمن أيا كانت انتماءاتهم مثل هذه اللغة، والتي تبدو للشارع العام وليس للقيادات تبدو وكأنها عنصرية أو أنها تتجه لجهة شمالية أو جنوبية أو جغرافية في الداخل اليمني أو كأنها قبلية إلى حد ما. نحن نقول لأنه من الواجب على الدولة اليمنية والحكومة اليمنية هو الاستمرار في النهج الذي يستمر به الآن الرئيس هادي، والخطوة التي بدأت بها سؤال هذه الحلقة هي خطوة مهمة جدا، وتمثل النهج الذي تتبناها الحكومة الشرعية منذ أن أتت المبادرة الخليجية بشكل مباشر ووضعت نصب عينيها حقيقة أنه الدولة اليمنية دولة لجميع الأخوة اليمنيين، القبائل والطوائف وأيضا الجغرافية الأقاليم على سبيل المثال، ولم تفرق بين يمني سواء في الشمال أو في الجنوب. هذا هو النهج الذي نحن نطالب أن يعزز من قبل سواء الحكومة اليمنية والتي هي في غنى عن هذا الكلام، ولكن فقط من مبدأ التذكير. وأيضا نقول للشارع اليمني والرأي العام اليمني أنه يجب أن يدعم الحكومة التي هي تسير بهذا الاتجاه. الأخطاء الماضية حتما أن الحكومة تحاول استدراك مثل هذه الأخطاء، ومنها دمج المقاومة الشعبية في الدولة اليمنية بشكل رسمي. هذه أعظم خطوة يمكن أن تقدم في هذه اللحظة بالذات. هل لدول الخليج دور في المرحلة اليمنية المستقبلية؟ لا أتوقع أنه يكون لدول مجلس التعاون دور في إدارة الدولة اليمنية أو دور حتى في توجيه الدولة اليمنية، هذا ليس من مسؤولية دول مجلس التعاون،
مسؤوليتنا نعم نحن جميعا أن نقف مع الحقوق المشروعة للشارع اليمني للشعب اليمني كما هو عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، وهذه الخطوات المباركة التي تقوم بها قوات التحالف وقوات التحالف بجميع الدول التي تقف معها. وأيضا دورنا في المرحلة القادمة أيضا أن يستمر هذا النهج عندما تعود الدولة اليمنية تمارس سلطاتها الحقيقية من عدن أو من صنعاء أيهما اختارت الحكومة الشرعية أن تعود، وهي قريبة جدا سوف تعود، قد يكون في ظل الأسبوع. وبالتالي هذا الدور الذي واجب علينا أن نقوم به تقديم الدعم بجميع الوسائل. والملك سلمان حفظه الله تبنى هذا النهج من أول يوم، من عاصفة الحزم هي الانطلاقة الأولى وعاصفة الأمل، وبعد ذلك إنشاء مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني وتقديم أيضا مليارات الدولارات للشعب اليمني منذ البداية. ولكن دائما نحرص حقيقة، وهذا ما هو متبع على أرض الواقع من قبل دول مجلس التعاون بالإجماع، أن الشأن اليمني شأن يمني يديره اليمنيون كما شاءوا، يجتمعوا كما شاءوا، يقيموا في الرياض على الرحب والسعة حتى يعودوا لدولة اليمنية، ولكن يثق الجميع حقيقة بأنه لا أحد يتدخل في قرار واحد أو يتدخل حتى في توجيه واحد للسلطة اليمنية. نعم. وهذا ما نؤكد عليه. إذا لا تتفق مع ما ذكر الدكتور محمد أنه يعني من مسؤولية أو مطلوب من الدول الخليج أن تبعث برسائل تطمينية للجنوب خلال هذه المرحلة، يعني الخطوة والهدف الأساسي كما ذكرت هو بسط الشرعية و مساعدة الحكومة الشرعية على بسط سيطرتها على اليمن، ويبقى الشأن الداخلي اليمني هو يمني صرف. نعم، وهذا يؤكد عليه من أول ليلة. ودليل آخر أنه حتى عندما فرضت هذه الهدنة قالت قوات التحالف بأن الهدنة جاءت بناء على طلب الرئيس هادي الذي يمثل الشارع اليمني. أي تفسير بأن هناك تدخل في الشأن اليمني سوف يعيق بشكل مباشر العملية السياسية في الداخل اليمني، لأنه ألفنا حقيقة جميعا بأن الدول تدير نفسها بنفسها وتتبع المصالح التي تخدمها بشكل مباشر، مع أن نكون فعلا يد واحدة في دعم الأمن والاستقرار في الدولة اليمنية، وهذا ما نبحث عنه جميعا. جميل، كل الشكر لك دكتور إبراهيم النحاس، وأرجو أن تبقى معنا مضيفنا الكريم من الكويت دكتور عايد المناع للحديث في محورنا القادم. أتوجه بشكر الجزيل لضيفنا من لندن دكتور محمد الجميح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وفي العالم بعيون سعودية بعد الفاصل. المملكة تؤيد حق أنقرة في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية. أردوغان يؤكد أن العمليات العسكرية ضد داعش وحزب العمال الكردستاني مستمرة دون تراجع. وحلف شمال الأطلسي يؤكد دعمه لتركيا في حماية حدودها من الإرهاب. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنديد الرياض بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها تركيا، مؤيدا حق أنقرة في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية. وبين الملك أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا تؤكد أن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية يشكل خطرا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم يجمع، ويجب القضاء عليه. رئيس الوزراء التركي أكد أن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ستستمر دون تراجع، مبينا أن قيام منطقة أمنية خالية من داعش في شمال سوريا سيسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة وتركيا تعزيز تعاونهما العسكري للقضاء على تنظيم داعش. في هذه الأثناء أعلن حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعه في بروكسل تضامنه مع تركيا في مواجهة أعمال الإرهاب وعدم الاستقرار على حدودها الجنوبية. حملة أمنية ضخمة تقودها الحكومة التركية داخل البلاد بالتوازي مع العمليات العسكرية التركية ضد تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني المدرجين على لائحة الإرهاب التركية، حيث شددت تركيا التدابير الأمنية في سبيل وقف عبور المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، فاعتقلت قرابة 1000 من المشتبه بهم واستجوبت حوالي 4500 مشتبه في مراكز تحليل الأخطار، كما أن حملاتها العسكرية في كل من سوريا والعراق عالية التركيز بحسب مراقبين، حيث تستهدف مراكز لحزب العمال الكردستاني في العراق ومناطق لداعش في سوريا، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة تحد من تدفق اللاجئين السوريين من جهة وتؤمن الحدود التركية من جهة أخرى.
وبحسب ما رشح من مسؤولين أمريكيين فإن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على إنشاء منطقة خالية من داعش داخل الأراضي السورية، لكن من دون تطبيق منطقة حظر جوي، مما يعزز مطلب تركيا في تأمين حدودها من خطر الإرهاب وتهديد التمدد الكردي. يعني أظن أنها حملة متعددة الجانب ستكون لها أكثر من شق سياسي وعسكري أيضا، وأظن أنها ستكون حملة تتحرك في إطار استراتيجية تتقدم على مراحل. إذا ما أنجزت المرحلة الأولى وهي القضاء على تنظيم داعش في شمال سوريا، أظن عندها سندخل في نقاش جديد حول الفراغ الجديد في تلك المناطق وموضوع مطلب أساسي تريده تركيا منطقة آمنة. ووسط هذه الأحداث يعقد حلف شمال الأطلسي الناتو اجتماعا طارئا اليوم في مدينة بروكسل بدعوة من تركيا لبحث الحملة التركية في سوريا وأبعادها. ومن المرجح أن تطلب تركيا من الحلف المساعدة العسكرية في مكافحة تنظيم داعش أو تدعو إلى إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، في حين نوهت تقارير إلى أن أنقرة يمكن أن تطلب طائرات استطلاع لتقديم المساعدة على حدودها السورية. ومن المرجح أيضا أن تحصل تركيا على الدعم الذي تتوقعه من الناتو، فضلا عن الاتفاق الضمني الذي تم بين الولايات المتحدة وأنقرة حول إنشاء منطقة آمنة، وهو ما تسعى إليه تركيا منذ زمن. في اعتقادي تركيا ستتلقى دعما عسكريا من حلف شمال الأطلسي الناتو، ومن الممكن أن يكون شكل هذا الدعم متمثلا في زيادة نشر صواريخ باتريوت أو تقديم معدات عسكرية، وذلك بسبب نص وثيقة التحالف على تقديم الدعم لأي عضو في حال وجود تهديد لأمنه القومي في بلاده. في الواقع حدود حلف الناتو يمتد إلى الحدود السورية والعراقية أيضا. وإضافة إلى الحكومات، فالشعب التركي أكثره يؤيد الحملة العسكرية التي تقودها الحكومة، حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة ORC التركية أن 80.5% من الشعب التركي يؤيدون الضربات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو التركي ضد التنظيمين في سوريا والعراق. حملة بأبعاد ثلاث تقودها الحكومة التركية: أمنية داخل البلاد وإبعاد داعش عن الحدود وتقليم أظافر الأحزاب الكردية المسلحة التي تهدد أمنها القومي، وسط تأييد شعبي ودولي. لبرنامج العالم بعيون سعودية، ديما السيد، إسطنبول. وللقضاء أكثر على هذا المحور نواصل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم النحاس، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، ومن الكويت الدكتور عايد المناع الباحث والمحلل السياسي. كما ينضم معنا في هذا المحور من اسطنبول الدكتور أوكتاز يلماز الصحفي والمحلل السياسي. مجددا نرحب بكم ضيوفنا الكرام. أبدأ معك دكتور إبراهيم، هذا المحور حول الاتصال الهاتفي الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي، والذي من خلاله أكد خادم الحرمين الشريفين على أنه يجب القضاء على تنظيم داعش وأن لتركيا حق حماية شعبها. نعم، هي النقطة كما تفضلت، هو الاتصال الذي تم من مبدأ العلاقات الدولية بين المملكة بشكل مباشر والدولة التركية، هي رسالة بداية تدل بأن العلاقات السعودية التركية على أعلى المستويات، والتنسيق بين هاتان الدولتان الكبيرتان أيضا بالإضافة للدول الكبرى الأخرى ومنها الدولة المصرية على أعلى المستويات في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة بشكل كبير جدا. وأيضا هذا الاتصال المباشر أيضا يدحض الأقوال التي تقول بأن العلاقات السعودية التركية على سبيل المثال ليست علاقات جيدة، وهذا نقص في الفهم بشكل كبير جدا من قبل من يتوقع ذلك. هذا الاتصال الذي تم بين القيادات السعودية والقيادات التركية تدل بشكل مباشر بأن هذا التنسيق في أيضا مكافحة الإرهاب ومكافحة هذا التنظيم الذي أضر العالم بشكل مباشر، وخاصة الذي ينتشر أيضا في الدول العربية للأسف، ويؤدى إلى تشويحة سمعة الإسلام الحقيقية أمام المجتمع الدولي. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا أنه في مجال التعاون في الإرهاب بشكل مباشر يتطلب هذا أن تكون الدولتان على علاقات قوية جدا، لأن هناك سوف يكون تبادل في المعلومات على أعلى المستويات في الجوانب الأمنية،
وهذا تم بين المملكة العربية السعودية ويتم أيضا بين المملكة والدولة التركية، وهذا مما يؤطر أيضا ويساهم حتى في استقرار دول المنطقة بشكل كبير جدا، ويحارب هذا التنظيم في سوريا وفي العراق الذي ينتشر بشكل كبير جدا عن طريق كون دولتان المملكة ودولة تركيا أيضا أعضاء في التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم داعش على سبيل المثال بقيادة طبعا الولايات المتحدة وحلف الناتو الذي يشارك مشاركة كبيرة جدا. وأيضا نقطة أيضا أخرى هنا مهمة، يبدو أن هذا العمل الكبير جدا الذي يتم في من قبل جميع دول المنطقة باستثناء للأسف دولتان، الدولة الكيان الصهيوني من جهة والدولة الصفوية الإيرانية من جهة أخرى، والذين وكأنهم يستمتعوا بتواجد هذا التنظيم وانتشاره، وكأنهم أيضا يدعموا هذا التنظيم بطريقة أو بأخرى، وقد لا يكون هناك أدلة صحيح. إلا أن السكوت وعدم التنسيق وعدم العمل مع التنظيم الدولي أو التحالف الدولي في محاربة هذه الآفة أنه نقطة مهمة جدا. لذلك نحن نقول أننا جميعا كدول كبيرة في هذه المنطقة المملكة والدولة التركية والدولة المصرية أيضا نعمل لصالح واحد ولهدف واحد، وهذا الاتصال لخادم الحرمين الشريفين بالرئيس أردوغان دليل مباشر على هذا التنسيق الكبير. جميل، خصوصا أنه يعني كما ذكرت إيران وإسرائيل مثلا لم يكتويان بنيران هذه الجماعات المتطرفة. دكتور أكتاز يلمز ضيفنا من أكتاي يلمز من إسطنبول، يعني هذا التنسيق السعودي التركي الإقليمي أيضا في مواجهة تنظيم داعش، ويعني منظومة دعنا نقول في المنطقة لمواجهة مثل هذه التنظيمات المتطرفة، ودعم سعودي يعني غير مستغرب، هو يعني منذ فترة وتنسيق موجود كما ذكر الدكتور إبراهيم بين السعودية وتركيا في تفاهمات عدة سابقة. نعم، تحيات لكم ولجميع المشاهدين. يعني كما كانت تركيا أعلنت دعمها، عفوا هناك مشكلة في الصوت، في صدى الصوت. أنا أسمعك أستاذ دكتور أوكتاي، تفضل واصل حديثك. لمكافحة السعودية للإرهاب وكذلك حقها في حماية حدودها ضد المنظمات الإرهابية في اليمن وفي غير اليمن، كذلك تعلن السعودية دعمها لتركيا في مكافحتها للإرهاب وحقها في الدفاع عن النفس. نعم. يعني هناك علاقات صداقة بين البلدين وكذلك علاقات تعاون وعلاقات جيدة جدا، عكس ما يعني خلاف ما يروج له البعض. نعم. جميل. سيدي الكريم، يعني تركيا الآن تتعرض للهجمات الإرهابية مباشرة، يعني في نفس الوقت تقريبا، ورغم المواجهة بينهما تنظيم داعش الإرهابي وكذلك تنظيم العمال الكردستان الإرهابي، استهدف تركيا تقريبا في نفس الوقت وقام بأعمال إرهابية مباشرة أدت إلى حياة، يعني أودي بحياة العشرات من المواطنين المدنيين وغير المدنيين، ومن واستهدف كذلك رجال الأمن. تركيا ترد الآن على هذه الأعمال الإرهابية وعازمة في تجفيف مصادر الإرهاب، وبدأت تضرب مواقع الإرهاب في شمال سوريا وفي شمال العراق وكذلك في داخل تركيا، أطلقت حملة أمنية ضد عناصر الإرهاب. يعني بالإضافة طبعا إلى دعم العربي السعودي، يعني تركيا قد دعت حلف الشمال الأطلسي حيث أعربت عن تضامنها ودعمها لتركيا. في الحقيقة تركيا لم تطلب من الحلف دعما عسكريا مباشرا، بل في الوقت الراهن التضامن وكذلك الدعم السياسي تكفي، لأن جيش التركي والأمن التركي قادر على مواجهة هذه المنظمات الإرهابية، يعني سواء كان الإرهاب تنظيم داعش الذي يستخدم الدين للوصول إلى أهدافه الخاصة، وكذلك إرهاب المنظمات الإرهابية الانفصالية. نعم دكتور عايد المناع، يعني هذا الدعم الذي أشرنا له، يعني الدعم السعودي الإقليمي والدعم أيضا الدولي الذي أشار له دكتور أوكتاي فيما يتعلق بالتحركات التركية ضد داعش وحزب العمال الكردستاني، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التحرك العسكري التركي
المدعوم دوليا كما ذكرنا على الأوضاع في الداخل السوري؟ يعني أولا الحقيقة تركيا كانت متهمة إلى وقت قريب بأنها تسهل دخول المتطرفين إلى سوريا، والآن الحقيقة هي تقوم بعملية محاربة لهذا التنظيم الخطير جدا، وأيضا يبدو أنها فتحت جبهة جديدة مع حزب العمال الكردستاني ووصلت في هجماتها إلى الأراضي العراقية، ما أدى أيضا إلى أنه يكون هناك احتجاج كردي عراقي وأيضا كردي وأيضا عراقي حكومي. يعني هذه قضايا. بالنسبة الحقيقة لدعم المملكة والدول الأخرى، أنا أعتقد أنه كلنا في مركب واحد في مواجهة الإرهاب، وبالتالي يعني هذا الدعم يعطي قوة لتركيا بمواجهة المتطرفين أيا كانوا. لكن بالتأكيد أنه موضوع داعش محدد وعليه خلاف أمريكي تركي. الأمريكان الحقيقة يريدوا أرض خالية من داعش، والأتراك يريدوا منطقة آمنة، وهذا طبعا بالتأكيد أن المفاهيم السياسية في هذا الجانب تختلف. أرض خالية من داعش تعني أنه ممكن أن تكون هناك قوى سورية أخرى للتواجد، مثل الجيش الحر أو قوى مقبولة دوليا لأن تكون منطلق لها، بالإضافة إلى ربما يكون تواجد لمواطنين سوريين. منطقة آمنة يعني فقط للمدنيين السوريين والقوات التي تحميهم سواء كانت تركيا أو غيرها، وهذا طبعا لا زال محل نقاش. ما يهمنا هو أنه لا يكون للمتطرفين قوة، وهذا طبعا قد يغير من موازين القوة. يعني الآن داعش ربما تفقد مصدر مهم لها، وهو يعني المناطق التركية التي ربما هي تستمد منها القوة التمويلية، وإن كان ليس عن طريق الحكومة التركية، عن طريق أطراف أخرى، القوة البشرية التي تأتي من الخارج عبر تركيا. يعني هي هذه المنطقة وبالذات شمال شرق سوريا وكذلك غربها بالنسبة للنصرة هي أقرب إلى تركيا منها إلى أي منطقة ثانية. كذلك طبعا الجوانب المحاذية للموصل العراقية والمناطق الشمالية، كل هذه يعني بإمكان تركيا أن تتحكم فيها وأن تحد من قوة ونفوذ تنظيم داعش. لكن أنا أعتقد أنه فتح الجبهة مع الأكراد حقيقة سيدخل تركيا في أزمة، قد يكون للموضوع بعد سياسي وهو دعوة لانتخابات جديدة، هذا وارد الحقيقة. وكون أنه ما تحدث عن التقرير بأنه حوالي 80% من العينة التركية تؤيد العمليات العسكرية، يعني أن احتمال فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات إذا ما أجريت سيكون أكبر، مما يعني يعطي للرئيس أردوغان قوة مستقبلية لتغيير النظام الانتخابي من برلماني إلى رئاسي. لكن ما يهمنا في المنطقة هو أن يتم فعلا التعاون فعليا وليس شكليا وليس مؤقتا في مواجهة الإرهاب. جميل. هذا التعاون دكتور إبراهيم، وهذا الخلاف الذي أشار له دكتور عايد يعني منذ بداية الأزمة السورية ما بين تركيا والولايات المتحدة، يعني يبدو أنه التحركات التركية الأخيرة والتي فرضت منطقة عازلة ليس كما تريدها تركيا، يعني منطقة حظر جوي، ولكن على الأقل يعني منطقة آمنة للمعارضة السورية المعتدلة، في مقابل أيضا استفادة الولايات المتحدة من مواجهة تركيا لهذا التنظيم المتطرف. من خلال هذا التغير كيف ستتأثر توازنات المنطقة برأيك؟ نعم، هو الآن يفترض أن دخول تركيا بشكل عسكري وليس شكل سياسي كما كان في المراحل الماضية سوف يساعد قوى التحالف بشكل كبير جدا على محاربة هذا التنظيم، لأنه كان يتواجد بشكل كبير على الحدود أيضا التركية وقريب منها، وبالتالي كانه في مأمن في ذلك الوقت. أما الآن فالدولة التركية تحتاج إلى
أيضا أن تذهب باتجاه يدعم أيضا حتى المقاومة الشعبية أو الجيش الحر السوري بشكل مباشر وبشكل أيضا أكبر من حيث نوعية الأسلحة على سبيل المثال لكي يتمكن من مواجهة هذا التنظيم. في الماضي يبدو أن تركيا كانت تتوقع أنها بمنأى عن مثل هذه الهجمات، ولكن عندما حدثت هذه العملية الإرهابية الكبيرة في الحدود التركية وأدت إلى ضحايا عدد كبير جدا من الشهداء، فبالتالي يبدو أن الدولة التركية رأت أن سياساتها في المرحلة الماضية ليست بالسياسات التي جعلتها في منأى عن هذا التنظيم، وأن هذا التنظيم نظر لها وكأنها دولة ضعيفة وليست دولة على قدر المواجهة. الآن هذه التوازنات سوف تكون لصالح قوى التحالف، سوف تكون لصالح الجيش الحر للسوريين بشكل مباشر، سوف تكون سلبية على داعش والنظام السوري أيضا الذي يستفيد من تواجد هذه الآفة، وسوف يكون أيضا من صالح المجتمع التركي بأنه لا يتواجد أيضا تنظيم إرهابي وكأنه دولة على حدوده التي سوف تؤثر أيضا حتى الفكر الذي يدرس أو قد يذهب إلى الداخل أو يتسرب إلى الداخل التركي بشكل سلبي، وسوف يعيد أيضا الأمور إلى نصابها الطبيعي بأن الدول الحقيقية تواجه هذه التنظيمات الميليشياوية الإرهابية التي تستخدم العنف والسلاح والتي لم ولن يسلم منها أي مجتمع. جميل. دكتور أوكتا، يعني هذه الاستراتيجية وهذه السياسة التركية التي تبدلت وتغيرت فيما يتعلق بقواعد اللعبة كما أشار حتى بعض الأصوات من داخل الولايات المتحدة، هل برأيك أنه من المهم أن يعني يتم الانتظار حتى يعني ينقشع الغبار عن الانتخابات التركية ثم يتم تقييم هذه الاستراتيجية التركية بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لن تضحي بقوات الحماية الكردية كما هو واضح؟ نعم، سأأتي إلى سؤالك، ولكن أريد أن أشير إلى نقطتين أثرها ضيوفك. يعني ربط هذه العملية، عملية الأمنية أو الحملات العسكرية التركية بموضوع الانتخابات أو بنتائج الانتخابات أو بشخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرى أنه ليس في مكانه، لأن سيدي الكريم رغم عملية السلام في تركيا التي أطلقتها الحكومة التركية في الحقيقة وأطلقته رئيس الوزراء في تلك الفترة رجب طيب أردوغان وهو باني هذه العملية، بموجب هذه العملية تركيا عملت إصلاحات كثيرة جدا مكنت الشعب الكرد مواطنيها الأكراد من جميع حقوقهم، وأمامهم طريق الديمقراطي مفتوح والنهج السلم لمن يريد أن يسلك أو يمارس السياسة، كل الحقوق مضمونة. ولكن رغم ذلك وكان الشرط الأول والأكبر لهذه العملية هو ترك تنظيم العمال الكردستاني السلاح وتخليه عن السلاح وسحب عناصره من داخل تركيا. جميل. إلا أن هذا التنظيم لم يترك السلاح ولم يسحب عناصره من داخل تركيا، بل واصل انتهاكته ضد المواطنين ضد الدولة. الأمر وصل منذ شهور، يعني يبدو أن التنظيم يريد الاستفادة من الأوضاع في المنطقة، من الأوضاع في سوريا. نعم. يعني هناك نية أو عزم بإقامة أو بتشكيل كيان كردي في شمال سوريا، وكذلك تريد أن تستفيد من نجاح حزب الشعوب الكردي. نعم. في الانتخابات. نعم، لكن يبدو أن الإشارة فقط دكتور أوكتا إذا سمحت لي، يعني لم يعد لدي كثير من الوقت، الإشارة إلى الانتخابات التركية هي لتقييم، يعني لتقييم الاستراتيجية التركية بالكامل يعني بعيدة هذه الانتخابات التركية. أنا أشكرك شكر جزيل الدكتور أوكتاي يلماز الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا لضيفنا من الكويت الدكتور عايد المناع الباحث والمحلل السياسي، ولضيفنا في الاستوديو دكتور إبراهيم النحاس أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود. أشكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من العالم بعيون سعودية، موعدنا الأربعاء في حلقة جديدة، في أمان الله.